بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع سرعة الأسطوانة الهيدروليكية في شوط التمدد وشوط الرجوع مع ثبات معدل التدفق. Extension and retraction speed of a hydraulic cylinder for same flow rate. في العرض التقديمي السابق تحدثت عن هذه الدائرة الهيدروليكية البسيطة. هذه الدائرة الهيدروليكية البسيطة هنا مضخة تعطينا معدل تدفق بمقدار 20 جالون لكل دقيقة. صمام التحكم التوجيهي موجود في وضعية بحيث يعطينا شوط تمدد للأسطوانة حيث تندفع الأسطوانة إلى الخلف. لاحظ كان معطى في المسألة أن السرعة التي تندفع بها الأسطوانة هي 1 قدم لكل ثانية، وكان مطلوب إيجاد مقدار قطر مكبس الأسطوانة. تم حساب مقدار قطر مكبس الأسطوانة فكان 2.9 من الإنش. لاحظ هنا المطلوب في هذا العرض التقديمي أن نحسب السرعة التي يرجع أو ترجع بها الأسطوانة إلى الخلف، وهي نفس السرعة التي يرجع بها هذا الحمل إلى الخلف. إذن هنا المجهول في هذه المسألة هي السرعة أثناء شوط الريتراكشن سبيد ريتراكشن ستروك، شوط رجوع الأسطوانة إلى الخلف بوحدة القدم لكل ثانية. ونريد أن نقارن هذه السرعة التي ترجع بها الأسطوانة إلى الخلف، هل تكون مساوية للسرعة التي تندفع بها الأسطوانة إلى الأمام أم تكون مختلفة سواء أكبر أو أقل؟ هذا ما سنراه. لاحظ هنا في النظام الهيدروليكي أو في الدائرة الهيدروليكية في الأسفل، لاحظ تم تغيير أو دفع اليد فتغير الوضعية للصمام التحكم التوجيهي بحيث أن السائل القادم من المضخة يدخل بعد أن يجتاز صمام التحكم التوجيهي، يدخل الفتحة B للأسطوانة الهيدروليكية، يدفع هذا السائل الأسطوانة الهيدروليكية إلى الخلف. بالنسبة للسائل الموجود في منطقة المكبس، لاحظ يخرج من الفتحة A للأسطوانة الهيدروليكية، يدخل الصمام التوجيهي من هذه الفتحة ويخرج من هذه الفتحة المقابلة، ثم يرجع مباشرة إلى الخزان ولكن تحت ضغط منخفض. إذا مطلوب هنا حساب كم مقدار السرعة. طبعا بالنسبة للمعطيات، قياس قطر مكبس الأسطوانة هو 2.9 كما تم حسابه في العرض السابق. هنا يلزم أن نعرف أيضا كم مقدار قطر ذراع المكبس. لاحظ هنا قطر المكبس كابيتال دي هو هذا القطر الكامل، إذن هذه المسافة هي كابيتال دي وهي قطر مكبس الأسطوانة. أما هذه المسافة الصغيرة على الذراع فهي قطر ذراع المكبس، إذن قطر ذراع المكبس هو 1 إنش. قبل البدء بحل هذه المسألة دعونا نفهم ماذا يحصل أثناء شوط التمدد وشوط الرجوع بالنسبة للمنطقة التي يؤثر بها السائل الهيدروليكي على الأسطوانة. لاحظ الصورة الموجودة على اليسار، هنا الإكستنشن ستروك أو شوط التمدد، يدخل السائل من هذه البوابة، يدفع السائل المكبس إلى الأمام فيحدث شوط التمدد. لاحظ بالنسبة للمساحة التي يؤثر فيها السائل الهيدروليكي على المكبس هي كل المساحة تألي المكبس. إذن هنا نقول أنه في شوط التمدد، بمعنى في هذا الشوط، لاحظ المساحة التي يؤثر بها السائل الهيدروليكي على المكبس هي مساحة المكبس كاملا، ولا ننسى أن قطر المكبس هو كابيتال دي. أما بالنسبة لشوط الرجوع، لاحظ في شوط الرجوع
تنسحب الأسطوانة إلى الخلف، فالسائل يدخل من هذه البوابة. لاحظ السائل هنا يؤثر على مساحة أقل من مساحة المكبس في شوط التمدد. دعونا ننتبه إلى هذه الرسمة هنا. لاحظ بالنسبة لشوط الرجوع، السائل يدفع المكبس أو هذه المساحة للمكبس بهذا الاتجاه. لاحظ هنا المساحة الفعالة التي يؤثر بها السائل الهيدروليكي هي ليست المساحة للمكبس كاملا، وإنما يجب أن تكون أقل من مساحة المكبس بمقدار مساحة مقطع ذراع المكبس. إذا نقول هنا المساحة الفعالة في شوط الرجوع يساوي مساحة المكبس كاملا ناقص مساحة مقطع الذراع الخاص بهذا المكبس. دعونا نحسب الآن مقدار المساحة الفعالة في أثناء شوط الرجوع. إذا الـ Active Area During Retraction بمعنى المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع تساوي مساحة المكبس بالكامل Area of Piston، ونطرح منها مساحة مقطع ذراع المكبس. بالنسبة لمساحة المكبس الـ Area of Piston تساوي الـ باي مضروبة في دي تربيع مقسومة على 4. طبعا الباي هي القيمة التقريبية، كابيتال دي هي قطر المكبس. أما بالنسبة لمساحة ذراع المكبس الـ Area of Rod فتساوي باي مضروبة في سمول دي تربيع مقسومة على 4. طبعا سمول دي هنا هو قطر ذراع المكبس، بمعنى هذه المسافة هنا هذه هي سمول دي. إذا الآن نستطيع أن نحسب مقدار المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع. هذه مساحة المكبس كامل وهذه مساحة ذراع المكبس. يمكن إخراج الباي على 4 كعامل مشترك هنا. إذا تصبح المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع تساوي القيمة التقريبية باي مضروبة في الفرق بين قطر المكبس وقطر ذراع المكبس مربع مقسومة على 4. إذا هذه هي المساحة التي سنعتمدها في العمليات الحسابية أثناء شوط رجوع الأسطوانة. دعونا الآن نبدأ بحل هذه المسألة. لاحظ هنا لنتذكر العلاقة بين سرعة التدفق للمضخة وهي Q والسرعة التي تندفع بها الأسطوانة S والمساحة الفعالة. لاحظ قلنا بالنسبة للمساحة الفعالة في شوط التقدم Extension Stroke كانت هي كامل مساحة المكبس، ولكن في شوط الرجوع هنا المساحة تكون أقل وسوف نقوم بحسابها. لاحظ بداية بالنسبة لمعدل التدفق Q معروفة وهي 20 جالون لكل دقيقة. بالنسبة للأريا، الأريا هنا يمكن حسابها بسهولة. لاحظ المجهول هو السرعة التي يرجع أو ترجع بها الأسطوانة للخلف وهي المجهول في هذه المسألة. إذن هنا مطلوب أن نحسب السبيد السرعة التي يرجع أو ترجع بها الأسطوانة للخلف والتي هي نفس سرعة اللود. لاحظ لا ننسى أن هنا أن اللود هو نفس اللود الذي كان في شوط التمدد. لاحظ بالنسبة للقياس أو قطر المكبس هو 2.9 كما تم حسابه سابقا. أما بالنسبة لقطر الذراع فهو 1 إنش. إذن هنا حتى نحسب السرعة من
هذه العلاقة بين الثلاث متغيرات. إذا نقول أن السرعة speed يساوي الفلو ريت معدل التدفق مقسوم على المساحة. لاحظ بالنسبة للوحدات يجب أن تكون الوحدات متسقة مع بعضها البعض حتى نقوم بإجراء العمليات الحسابية. بالنسبة للسرعة سرعة الرجوع هنا بوحدة الإنش لكل دقيقة، بالنسبة للفلو ريت معدل التدفق في هذه المعادلة يجب أن يكون بوحدة الإنش مكعب لكل دقيقة وليس الجالون لكل دقيقة، وبالنسبة للأريا أو الأكتيف أريا المساحة الفعالة في شوط الرجوع هنا مطلوب أن تكون بوحدة الإنش مربع. إذا لاحظ هنا في الثلاث متغيرات هنا يوجد اتساق بالنسبة للوحدات حيث يوجد وحدة الإنش ووحدة الدقيقة. إذا المطلوب الأول هو تحويل أو حساب معدل التدفق للمضخة ولكن بوحدة الإنش مكعب لكل دقيقة. نعرف أن الواحد جالون أمريكي يساوي 231 إنش مكعب، بمعنى لو كان لدينا إنش مكعب بمعنى مكعب بأبعاد عرض مقداره 1 إنش وعمق مقدار 1 إنش وارتفاع 1 إنش، طبعا هنا الحجم يكون 1 إنش مكعب. إذا كان لدينا 231 حجم من هذا الحجم الصغير، إذا هذا الحجم الكلي الجديد يكافئ الواحد جالون. إذا الواحد جالون يساوي 231 إنش مكعب. لاحظ هنا معدل تدفق المضخة معطى 20 جالون لكل دقيقة. إذا يجب أن نحسب مقدار 20 جالون كم إنش مكعب. إذا حتى نحسب 20 جالون كم إنش مكعب لكل دقيقة، إذا نضرب 20 في 231 فيكون الناتج هو 4620 إنش مكعب لكل دقيقة. إذا هنا نقول هذا هو معدل التدفق الذي يجب أن نعوضه في هذه المعادلة. بمعنى آخر هذه المضخة التي تعطينا 20 جالون لكل دقيقة، لو قمنا بحساب الحجم الذي تعطينا إياه من السائل الهيدروليكي خلال دورانها خلال دقيقة كاملة، نقول تعطينا ما مقداره 4620 إنش مكعب من السائل الهيدروليكي في الدقيقة. إذا هنا بالنسبة للكيو تم حسابها، إذا هذه هنا تم إنجازها. الآن مطلوب أن نحسب مقدار المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع، ولا ننسى أن المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع هي ليست مساحة المكبس وإنما مساحة المكبس ناقص مساحة الذراع. إذا الأريا تساوي الباي مضروبة في كابيتال دي، طبعا كابيتال دي هي قطر المكبس وسمول دي هو قطر الذراع، الكل مربع مقسوم على 4. نعوض الآن الأريا أو الأكتيف أريا المساحة الفعالة يساوي الباي القيمة التقريبية مضروبة في كابيتال دي 2.9 قطر المكبس كما هو معطى في المسألة في الأعلى، هنا كابيتال دي 2.9 ناقص سمول دي وهي 1 وهي ببساطة قطر الذراع، الكل مربع مقسومة على 4. بعد الحساب تكون قيمة المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع هي 2.8 الإنش مكعب تقريبا. إذا لاحظ هذه هي المساحة الفعالة أثناء شوط الرجوع. إذا هنا بالنسبة للمساحة تم حسابها. إذا الآن أصبح لدينا مجهول واحد وهو السرعة. إذا هنا نقول أن السرعة
بوحدة الإنش لكل دقيقة، يساوي معدل التدفق بوحدة الإنش مكعب لكل دقيقة مقسوم على المساحة الفعالة بوحدة الإنش مربع. نعوض الآن القيم التي استخرجناها قبل قليل. إذن السرعة بوحدة الإنش لكل دقيقة، معدل التدفق تم حسابه 4620 إنش مكعب لكل دقيقة. بالنسبة للمساحة الفعالة في شوط الرجوع هي 2.8 الإنش مربع. إذن لو حسبنا مقدار السرعة بوحدة الإنش لكل دقيقة يكون 1650 إنش لكل دقيقة. إذن هذه هي مقدار السرعة. لاحظ هنا بالنسبة للمسألة، لو عدنا إلى الشكل في الأعلى، لاحظ بالنسبة للسرعة التي يرجع أو ترجع بها الأسطوانة للخلف وهي الريتراكشن سبيد، مطلوب أن تكون بوحدة القدم لكل ثانية. بينما لاحظ هنا بالنسبة للسرعة هنا تم حسابها بوحدة الإنش لكل دقيقة. إذن ببساطة يمكن أن نحول 1650 إنش إلى أقدام، ويمكن أن نحول الدقيقة إلى ثواني. لنبدأ بتحويل 1650 إنش إلى أقدام. لاحظ في النظام البريطاني الطول واحد قدم واحد فوت يساوي 12 إنش. إذن هنا لدينا 1650 إنش، مطلوب أن نحول هذا الطول من وحدة الإنش إلى وحدة القدم. إذن ببساطة نقسم 1650 إنش، نقسمها على 12. إذن 1650 تقسيم 12، إذن يكون الناتج هو المسافة بوحدة القدم، إذن 137.5 قدم. إذن هنا تم تحويل المسافة. المتبقي هنا حتى نتعامل مع هذه الوحدة هي لكل دقيقة. طبعا هنا مطلوب أن تكون في المسألة الحل النهائي مطلوب أن تكون لكل ثانية. طبعا نعرف العلاقة بين الدقيقة والثانية، الواحد دقيقة تساوي 60 ثانية. إذا نقول أن الواحد سكند، الواحد سكند تساوي 1/60 من الدقيقة. إذن هنا بالنسبة لحساب السرعة بوحدة القدم لكل ثانية، إذن هذا الطول الذي تم حسابه بوحدة القدم ونقسمها على 60 ثانية لأن الدقيقة تساوي 60 ثانية. لو قمنا بالحساب تكون مقدار السرعة التي يرجع أو ترجع بها الأسطوانة للخلف قيمتها هي تقريبا 2.3 القدم لكل ثانية. إذن هذه هي السرعة التي ترجع بها الأسطوانة للخلف. قيمة هذه السرعة هي 2.3 القدم لكل ثانية. دعونا الآن نجري مقارنة بين سرعة المكبس أثناء شوط التمدد وسرعة المكبس أو الأسطوانة في أثناء شوط التقدم ونقارن بينهما. لاحظ في الشكل العلوي هنا، في الشكل العلوي هنا شوط التمدد أو ما يسمى بالإكستنشن ستروك، شوط تمدد الأسطوانة. لاحظ كانت سرعة الأسطوانة هي واحد قدم لكل ثانية، بينما في الشكل في الأسفل هنا وهو شوط ريتراكشن ستروك أو شوط رجوع الأسطوانة، لاحظ الأسطوانة كانت ترجع بسرعة أعلى من سرعة التمدد. إذن هنا سرعة رجوع الأسطوانة هي 2.3 قدم لكل ثانية،
بينما شوط التمدد هو واحد قدم لكل ثانية. إذن بشكل عام كعلاقة عامة يمكن أن نقول بأنه في حال ثبات معدل التدفق في شوطي التمدد والرجوع، يكون شوط التمدد للأسطوانة الهيدروكية أسرع من شوط الرجوع. طبعا لتوضيح السبب ببساطة هنا، لاحظ هنا في الشكل العلوي، لاحظ هنا السائل الهيدروليكي مطلوب أن يعبئ هذه المسافة بالكامل حتى يحدث شوط تمدد، بينما في الشكل في الأسفل مطلوب من السائل الهيدروليكي أن يعبئ هذا الحجم بالكامل حتى يحدث شوط الرجوع. لاحظ أثناء شوط الرجوع هناك مقدار لحجم الذراع، إذا هنا نقول أن الحجم الذي يعبئه السائل أثناء شوط الرجوع هو أقل من الحجم الذي يعبئه أثناء شوط التمدد. لهذا السبب تكون سرعة الرجوع أعلى حتى يتم تثبيت معدل التدفق على نفس المقدار، وهو في حالتنا هنا 20 جالون لكل دقيقة. إذا هذه هي النتيجة التي استخلصناها من هذه المسألة، أنه دائما وأبدا سرعة التمدد تكون أقل من سرعة الرجوع، أو سرعة الرجوع تكون أعلى من سرعة التمدد. إذا هذا كل ما يتعلق بالنسبة لعلاقة معدل التدفق مع السرعة التي تندفع بها الأسطوانة في حال معرفة قطر المكبس وقطر ذراع المكبس. إذا أعجبك هذا العرض التقديمي يرجى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.